يسمونها شيلة حماسية وكذا، تأثيرها في القلب أعظم من تأثير الغناء. إذا كانت شيلات غزل وكلمات لمغنين قدامى تنشد بشيلات أو بغيرها من أشخاص يقولون نحن ننشد النشيد الإسلامي، غرام وحب وغزل ونفس الطريقة ونفس السياق لكنها خالية كما زعموا من الموسيقى، هذه تأثيرها على النفوس أعظم. يعني أين أنت من ذكر الله؟ الذي يسمع لهذه الشيلات أو لهذه الأناشيد والله إنه لن يكون له رغبة وحب لذكر الله ولا لقراءة القرآن، لا شيء مشاهد. ستزاحم هذه الأناشيد قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، يعني سوء على سوء، وهذا لا يحل